أكد وزير المالية عمرو الجرحي عدم قيد أي عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 من يونيو الجاري إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، ويحظر استنفاد الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 اعتبارا من 21 من مايو الماضي وحتى 28 من يونيو الحالي باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017-2018، وتم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.